الجوله ديالنا اليوم غادي نديكم واحد الطبيعه كيف كتشوفوا معايا زوينه بزاف غادي تعجبكم. غادي نمشيو لسد بالويدان بلاصه واعره بزاف. غادي نتقاسم معكم هذه البلاصه كيف وعدتكم. دائما اي بلاصه كنمشي ليها كنشارك معكم وكنتقاسم معكم باش تشوفوها معايا ونشاركوها جميع. وقناه مروان فلوغ غادي تتكبر بالفضل ديالكم بالاشتراكات ديالكم وبالتشجيع ديالكم. خوتي الاعزاء مرحبا بكم ومرحبا باي واحد كيتفرج فينا. ولا اول مره دخلت جديد وكتفرج معنا في قناه مروان فلوغ ما تنساش الاشتراك ما تنساش تفعيل الجرس ولي لايك. مرحبا بكم يلا معايا نمشيو جميع نشوفوا هذه البلاصه الرائعه ونتقاسموها. كيف كتشوفوا معايا هذا هو سد بالويدان. غادي نشدو لكم من الفوق تشوفوا معايا قبل ما ننزل لتحت ونشاركوا معكم طبيعة لوحة فنية لوحة واعرة بزاف. ما اش غنقول مع ديما نقول لكم نتوما كتشوفوا معي في الفيديو وتتشوفوا هذه اللوحة. هذه لوحة فنية ربانية ما عندنا ما نقولوا سبحان الله. هادشي اللي خصنا نقولوا بلاصة زوينة بغيت نتقاسمها معكم خوتي الاعزاز. وانا غادي ننزل انا بطل تحت ونتقاسموها ونشوفوا الطبيعة هذه. ونتمنى اي واحد دخل جديد معنا في قناه مروان فلوغ ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس. العائله ديال قناه مروان فلوغ الحمد لله غاده وتتكبر. هادشي كامل بالفضل ديالكم ونتمنى نبقى دائما عند حسن الظن ديالكم ونقدم لكم الجديد. ونتمنى الفيديو هذا يعجبكم خوتي الاعزاء. سد بالويدان واخا هكا كنقص مبقاش كيف الاول مولف تيكون عامر. هنا تكون الدنيا عامره بالماء نقص بزاف الخوت. ولكن ضروري جيت ندير لكم فيديو ونشاركو معكم. كاينين حتى الفليك صغار كيديوك كيدوروك في سد بالويدان. سد بالويدان عنده جوج دخلات اولا ثلاثه بحال هكاك. ولكن نشارك معكم البلاصه هذه وتشوفوها معايا. الى عقلتو كان في واحد رمضان كانوا داروا في الدوزام واحد السلسله ديال الوبارج ما عرفتوش. كاين هنا كاين هنا الفوق واحد بحال شكل دار مثلوا فيها سلسله الوبارج. الى قلبتو على في الدوزام غتلقاوها سلسلة ديال لوبرج فيها محمد الخياري فيها دنيا بوطازوت. وتشهرت بالويدان في ديك السلسلة يعني ما كانش معروفة بزاف. ولكن مني مثلوا في هذيك سلسلة لوبرج في رمضان ما بقيتش عاقل على السنة بالضبط. ولكن تماك فين تشهرت بزاف وتعرفت بحيرة بالويدان ولا سد بالويدان. طبيعه زوينه. الا كنتو باغيين تجيو تباتو كاين واحد لوطيل ها هو حتى هو كاين. بالنسبه للكره بصراحه ما عرفتش الثمن ديال الكره. ولكن الا كنتو باغيين تجيو لي راه تقلبوا عليه في الانترنت اوتيل في بالويدان. بصراحه حيت انا جيت ندوز فينا غير النهار ونمشي بحالي. ولكن بغيت نشارك معكم هذه الاجواء الخوت ديال سد بالويدان بلاصه زوينه بزاف. وما تنساوش تخلوا لنا التعليق وتعطونا الاراء ديالكم على سد بالويدان كيف جاكم. والسدود حنا معروفين في عهد الحسن الثاني الله يرحمه الملك الراحل الحسن الثاني تما فين تاسسوا السدود. الملك الراحل العبقري هو صاحب هذه الفكره ديال السدود الله يرحمه الله يرحم جميع الموتى يا رب.
نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. مازال تتركبوا في الفليك هاد تديوكم وكي دورة يعني تمام، نشوف شحال ولا بغيتو يديكم ويدوروكم في واحد الجزيرة. كانت واحد الجزيرة اللور حتى هي تديكم، يقدروا الواحد يجي ويريح هنا ويدوز الوقيته ديالو، علاش لا يجيب مع الماكلة ويطيب هنا وينصب طويجين على حقو طريقو. ولكن راكم عارفين دابا مع الجو مني تيكون مزموت هنا تتكون الحرارة في الوقت ديال الطبيعة، في الوقت ديال الخضورة تجي تريح هنا دوز وقيتها زوينة. وراكم عارفين كاينين حتى لي زوطيل هنايا، كاين اوطيل هنايا تكري تجي دوز الليلة ديالك ولا يومين هنا، ولا على حساب انت والعائلة ديالك ولا الأصدقاء. نتمنى هاد الفيديو الخوت يعجبكم، والخوت عرفتي سد بالويدن كنت جيت ليه مدة هادي شحال هادي كان عامر بزاف، ولكن دابا نقص 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 ونقص بزاف الصراحة. كان عامر بزاف وكان طالع على هكا نقص بزاف. هانتوما شوف الباطوات فين كاينين، ها هما يا إذن راه كان واصل حتى البلاصة فين غادي فيها أنا. ودابا تلقى دابا هاد السد هذا كيعطي للازيلال، كيعطي لبني ملال، يمكن الصراحة خاص شتيوة. الله يعطينا شي شتيوة على قد نفع يا ربي، السدود تعمرو كلشي كيعمر، الناس كيجيو كيتمشاو في هاد الفلوكات هادو وكيتصورو كياخدو تصويرات. وقيل على ما اظن سد بالويدان كان طالع حتى لهاد البلاصه هذه فين كاين انا، ولكن مقارنه مع فاش انا جيت يمكن في 2018 ولا في 2017 يمكن مبقيتش عاقل على السنه امتى هبط بزاف. نخليكم تستمتعوا بهذا المنظر، ما نكثرش عليكم الهضره وتبرعوا ليا واستمتعوا وسقوا عيناتكم في هذا المنظر الجميل. غادي نشارك معكم واحد الركيبه في هذا ميني باطو صغير غادي نشارك معكم. بالنسبة للثمن تلوت ساعة ب100 درهم، تلوت ساعة كيدورك هنا. غادي نشارك معكم هاد الجولة هادي في هاد الباطوات الصغار، بقاو معايا وتفرجوا في الفيديو حتى الأخير، ونتمنى يعجبكم هاد الجولة تعجبكم هاد الجولة هادي. نشوفوا الباطو اللي غادي اللي فيه النوبه. سولت واحد السيد هنايا قلت له علاش الماء نقص ما بقاش بزاف، قال لك على ود الشتا نقص هاد الشتا، داكشي علاش ما بقاش السد طالع بزاف. على حساب نتوما شنو بغيتو تجيو وديروا واحد جولة صغيرة